أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم حلقتنا هي حلقة كل أصدقائنا الملحدين بمناسبة وصول البرنامج للحلقة 100، وهي الحلقة رقم 100. طبعا في عنا بعض الضيوف. أول الضيوف راح يكون أخونا وصديقنا وحبيبنا الشجاع الكبير الأول أحمد حرقان. أهلا وسهلا فيك يا أحمد. أهلا وسهلا. أهلا بك أخي أحمد. أخي أحمد، نحن بهالحلقة هي ما في أي مواضيع بصراحة يعني نتحدث فيها، مواضيع ما يعني خاصة نحكي فيها أو مواضيع يعني معينة. هي الحلقة بس ل أنا بطريقة مثل احتفالية بمناسبة وصول برنامج للحلقة 100. على رأس كل 100 حلقة نعمل احتفالية صغيرة لوجود أصدقائنا. على فكرة كان المفروض يكون معنا ملهم كمان معد البرنامج، بس للأسف اعتزل في الدقيقة الأخيرة وكتب لي رسالة أقرأها. أحمد، طبعا أنت الفكرة الأساسية من عندك كانت حملة الجهر. اليوم شفنا فكرة حكي بريطانية، حملة هي راح نعرضها على مغامرة بريطانية، حملة مغامرة بريطانية. بريطانية، حملة استعمارية. احكي لنا عنها، تفضل. لا، لقيت خبر في المؤسسة الإسلام توداي، يعني إسلام اليوم، حملة بريطانية نشر الحاد في الوطن العربي او حاجه زي كده. يعني لقيت صورتك والشعار الاوراق اجهر كده، ففتحت الخبر، لقيت ثواني اجيب لك النص بتاعه، حاجه يلا ظريفه انا خالص اجيبه يعني. واعرضه على الشاشه وانت تقراه، شو رايك؟ اوكي ماشي. انا راح اجيبه واعرضه على الشاشه وانت تقراه. يلا دقيقه واحده. اها شوي، عندي الانترنت ضعيف، مو ضعيف، ما بعرف ايش صاير، لانه يظهر اللابتوب فيه فيروس ثاني. على كل الأقل راح اطالع النص وانت تقرا. واضح عندك الله هيك. بالضبط. هلا هي حملة بريطانية اجت بالحدث، وراح ننتقل للصفحة تبعت اسلام توداي، اسلام اليوم. تفضل عمل. اقرأه من عندك انت احسن، عشان انا الصورة ما عادتش ظاهرة عندي، الكتابة مش اوكي طيب. طيب احمد، بس قبل ما أبدأ، هل هي يعني شير هيك؟ ايه. ما فهمت، هي مجلة، جريدة، الإسلام اليوم، بشير مكتوب؟ اسلام، لا، مواقع كتير واخدة من الاسلام اليوم، بس هو الاول الموضوع ده الاسلام اليوم، دي مؤسسة اسلامية سعودية بتاعت اخبار المسلمين يعني ايوه، معروفة. اجهر بإلحادك، حملة بريطانية تستهدف المسلمين، القاهرة، الإسلام اليوم، عز الدين محمد. تستهدف الحرب المصرة على الإسلام شباب ومواطني المنطقة العربية بهامها، من أجل إخراجهم من دينهم والانتقال بهم إلى عالم الإلحاد، حيث تسود الأسرار والخبايا. بين بيرك أسرار يا أحمد. مما يؤخر جهود الدعاة والمصلحين في مواجهتهم، ويخفي عنهم الجانب الأكبر من أسرارهم وأسباب إلحادهم. من هنا تأتي أهمية حوار أجرته لأول مرة صحيفة صوت الأمة المصرية الصادرة هذا الأسبوع مع اللبناني، وأنا لست لبنانيا، أنا سوري،
مع اللبناني السوري مؤسس حملة إيجار بالحدك، وأنا لست مؤسسها، أنا أحد المؤسسين طبعاً، التي تدعو صراحة من العاصمة البريطانية لندن الجهر بالإلحاد العالم العربي. وزعم برو في حوار في حواره أن هناك 500 عربي جهروا بالإلحاد بالفعل، وأن والده كان محفظا للقرآن الكريم، وأنه ترك اسم محمد بعد لجوءه السياسي إلى بريطانيا، واصفا كتب مواجهة الحادثة أنها غير واقعية. كما روى في الحوار تفاصيل حملة الجهر بالإلحاد وأعداد من جهروا بالإلحاد في المنطقة العربية ومسيرتها المقبلة على حد وصفه. وفي البداية عرف نفسه بأنه من مواليد مدينة حلب السورية، وأنه لم يكمل تعليمه لأسباب تعود لأجواء الجهل والخرافة والكفر التي كانت تحيط بعائلته ومجتمعه بشكل عام بحسب ادعائه. وأضاف: والدي كان شيخا يدرس القرآن، وقد فهمت منه الكثير من فهم الإسلام، وكان حلمه أن يراني من كبار مشايخ الأزهر، ولكن هذا لم يحدث. وأعتقد أن السبب هو أنه حلم بحلم ليس من حقه أن يحلمه. وانتقد جان والده لأنه اختار له اسم محمد يوم ميلادي، وقال أنه بقي بهذا الاسم إلى ميلاده، حيث غيره إلى جان برو بأوراق رسمية في بريطانيا التي يقيم فيها كلاجئ سياسي من 1999 حسب ما قال. لن يوقفنا عن الحادمة إلا الموت. وحول إطلاق حملة إجهر بالحادث في العالم العربي مع آخرين، اعتبر جان برو أن إطلاق الحملة بذاتها لازم يكون نجاح، مرجع ذلك إلى أنه في هذه الأجواء المشحونة بالتعصب الديني والطائفي من الصعب أن يجهر الإنسان بالحادث، خصوصا أن النتيجة تبدأ بخسارة الملحد للناس أعزاء له، وتنتهي في بعض الحالات إلى القتل وفق زعمه. كشف أن الحملة بدأت في منتصف شهر أيلول سبتمبر الماضي، وادعى أن صفحتها على الفيسبوك تعرضت لمحاولات عدة للقرصنة التأثير، مدعيا أن هذا دل على شيء أن ما يدل على مدى التعصب الديني والكفر من الآخر ومن الأفكار الجديدة في مجتمعنا في مجتمعاتنا المتخلفة بحسب زعمه. وتابع حملة إجهر بالإلحاد من استطاع إليه سبيله، حققت نجاحا رائعا، وأنه كمقدم لبرنامج الجهر بالإلحاد يرى ذلك، وأن الحملة مستمرة، وأنه لن يوقفنا عن قول أفكارنا بسرعة إلى الموت حسب ما قال. وأردف: في الحقيقة أنا حزين جدا أن تصل بنا الأمور لهذه المرحلة من التحدي لناسنا وأهلنا ومجتمعنا فقط لأن أفكارنا تختلف عن أفكارهم. 500 عربي ملحد، أنا لم أقل 500 عربي ملحد. قدر مؤسس حملة إجهر بإلحادك، ولازم مؤسس ولست مؤسس إجهر بإلحادك، عدد الذين حيطين الذي يعني تعلموا القراءة والكتابة بعدين تعالوا اكتبوا عن الناس، عدد الذين أعلنوا الحادة مؤخرا ضمن حملتي بالقول تقريبا 500 شخص حتى الآن، زاعما أن الأعداد في زيادة مستمرة. جو الملحدين إلى الغرب من أجل الدعم، قائلا نستمد قوتنا من فكرنا المعتمد على العلم، قد تكون هناك بعض الأصوات تريد مساعدة من أي جهة كانت، ولكنها أصوات قليلة جدا مقارنة بأعداد قولهم. ووصف الكتب التي صدرت مؤخرا لمواجهة الإلحاد بأنها كتب لا تمت للواقع بصلة بأي شكل من الأشكال. وأخيرا لدى سؤالي: هل يمكن أن تعودوا إلى الأديان مرة أخرى؟ جاب بالقول: بكل تأكيد لا، لأن الدين مجرد خرافة ليس إلا، وحين تكتشف أنك كنت تقدس خرافة من المستحيل أن تعود لتقديسها من جديد. طبعا في تقارير ثانية حول تحول اللاجئين عن الإسلام، يعني الرد عن الإسلام. هذا من إسلام اليوم في جريدة البشير أو مجلة ما بعرف بالضبط شو هي. وطبعا اليوم هي عن صحيفة الأمة، أظن الأخ أحمد الجدي كان نشر مقالة
عن الحملة بجريدة الأمة، فهدول الجماعة يخدينا وحيطين اللي بدهم إياه. وأظن يعني أنا حيكين الواقع يعني حكيته وحيكينه إنه بس زعمه وقوله وهالحكي هذا ما عدا العربي. تفضل أحمد، الميكروفون معك، شو تعليقك بمناسبة ال 100 حلقة وست شهور تقريبا أكثر من البدائيين، وطبعا أنت صاحب الفكرة، وشو كيف بتقيمها الحملة؟ الحملة ناجحة جدا وفوق ما كان الواحد يتصور، ومبشرة يعني، وفي أمل كبير إن هي يعني تتضاعف تتضاعف أعداد الملحدين المجاهرين وتتطور الحملة ووسائلها وكده. هي بدأ بوسائلنا إحنا الذاتية، ووسائلنا إحنا يعني مش غنية كفاية يعني، لكن أنا متأكد إن هي هتبقى يعني فوق مستوى تطلعاتنا كمان. أنا متفائل جدا يعني. احمد يعني هلا شو بتمنى انت مثلا من اصدقائنا اللي جاهروا معنا، الشباب اللي جاهروا معنا، الادمن اللي الفريق الادمن بصراحه يعني كنا كم واحد ورقينا اظن يعني اقل من نصف هلا تقريبا الادمن. سمعتش كويس. نعم. اسف اظن الصوت عندك شوي واطي كمان، لما عم تحكي صوتك كمان صوت هذا شوي منخفض يعني ما بعرف. انا كنت عم بقول يعني شو بتقول، صرنا هي ست شهور بادئين الحمله مثلا، يعني حتى الادمنز كانوا معنا بالبدايه بصراحه كانوا يعني سبعه، الان باقيين يعني ويس وملهم وانا وانت يعني اللي باقيين بالصحه الا ما رحم ربك يعني راحوا الشباب. فكيف شو بتقول للناس اللي اجهرت معنا؟ شو بتقول للشباب اللي طلعوا معنا واجهروا بكل شجاعه؟ وفي ناس واجهت بصراحه يعني، في شخصيه انا ما راد اذكر اسمها مشان ما تتعرض لاي مشاكل، واجهت او قيمت عليها دعوات يعني مسألة بنت تطفيق. في شباب كمان يعني تعرضوا للاضطهاد لنفسهم يعني، وشلنا حلقات بصراحة من على اليوتيوب يعني بهذه المسألة. الشباب بالفعل كانوا شجعان ويعني ما بقولوا يعني بادروا هالمبادرة. انا بصراحه بفتح الصفحه واجيب من فتره للتانية بعمل كده يعني، ادخل واجيب من اول مجاهر شارك معانا واقعد ابص عليهم واحد واحد على الصور والبيانات اقراها، ومن اول حد جاهر معانا لغايه اخر حد جاهر معانا. الناس دي يعني انا بحبها جدا وبحترمهم احترام خاص جدا يعني، وبقدر جدا الموقف الشجاع ده اللي هم عملوا. اعتقد ان هم كلهم شخصيات نبيله وكريمه يعني، بحيث ان هي تقدم التضحيه دي عشان خاطر غيرها يتشجع وكده. مهما قلت انا مش هقدر فيهم حقهم ومش هقدر اعبر لهم عن مشاعري ناحيتهم يعني. هم فعلا كلمه ابطال دي يعني شويه في حقهم. اتمنى كمان اي حد يقدر يجاهر معانا يبعت لنا الصور بتاعته والبيانات ويساهم معانا في الحمله دي، لان هي كده كده هي هتنجح يعني. فاكتب اسمك معانا في الناس اللي ساهمت في النجاح ده، وخلينا نشوف كده بعد سنه من دلوقتي الحمله هتبقى وصلت لفين يعني. انا متاكد يعني راح نصل لمرحله مثل ما قلت يعني نحن نتوقع، وهي المساله شلون احمد مسألة صايرة. أنا ملحد، أخوي ملحد، أنا عمي ملحد، بس ما بنعرف بعض يعني. نبي الشجاعة يعني. أنا كثير 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 يعني
معجب وفرحان بأحمد حرقان شجاع في بلد مثل مصر يعلن الحرب بكل جرأة. فالمطلوب يعني المطلوب انه هل الجرأة هي يعني هل الجرأة هتطلع؟ أظن في عنا بعض طبعا أصدقائي أنا فتحت أتمنى مشاركاتكم وتعليقاتكم. على كل حال كمان في بعد شوي راح نستضيف الأخ سلمان هاتم نادين ونساء كمان جاي على الطريق، بتمنى كمان يكونوا موجودين معنا وشاركونا يعني بآرائكم واقتراحاتكم بالبرنامج للحملة عموما. بس أظن الأخ طيب في جون أظن عم بيقول لي are you there I'm here of course I'm here. إذا بدك تتصل لأخي جون ولنشوف الأخ سعد. طيب على كل الأخ جون بده يتصل لأن إحنا عم نستنى. خلال الفترة هاي أنا بدي أقرأ رسالة على معد البرنامج كان مفروض يكون معنا، بس للأسف الشديد يعني هو بعد ظروف ما أقدر يكون معنا. طيب الأخ جون اتصل فينا. ألو جون. جانو. تحياتي جانو. يا أخي العزيز أحمد حرقان. مبارك الموتاد ومبارك العاملين على هذا البرنامج اللي دعوا. بقول إنه إذا أنتم على حق المسلمين والمتدينين لماذا تخافوا؟ جانو تسلم. وانا لسه مستنيك باب حلقة انت يعني. ما تتحجش تقول يا اخي عربيتك ضعيفة، عربيتك جيدة جدا. بشكرك كثير جانو، بشكرك كثير. طبعا اكثر من اصدقاء انا بتمنى صراحه اسوي علاقات في اكثر من صديقي يعني موجودين معنا، لكن يعني مره حاولنا فشلت. ثلاث مرات انا حاولت اعمل حلقه عن شله ملحدين صراحه ثلاث مرات ما بعرف ليش يعني شو اسبابها. أكيد. على كل حال هالحلقة هي بس شلة الملحدين من حيث ما لا ندري يعني. الله سلمان هاتم المهدين راح يكونوا معنا وميساء راح تكون معنا كمان. أظن يعني راح من حيث لا ندري راح نسميها شلة الملحدين. برأيك أحمد؟ طيب جانو انا بتشكرك كثير جانو، بس انا يعني بتشكرك كثير على الاتصال وكيد يعني نشوفك بحلقات قادمة من مشاركاتك كمان. مع السلامة. طبعا بس بدي ابعت رسالة ل رسالة بتاعت ملهم رسالة ملهم، بس بعت لهم رسالة لسال بعدين لأنه صار الشبكة صارت
هاي ميساء راح تدخل معنا هلا. ممكن رسالة ملهم يا ريت مساء يا ريت اتصلي و سال كمان أي أو واحدة ونكون كلنا مع بعض. سال تتصل طيب لما ما يدخلوا معنا أصدقائنا راح أقرأ رسالة ملهم. ملهم معد البرنامج وأحد مؤسسي الحملة أساساً، من أهم مؤسسي الحملة. بالضبط. هو معنا بالبداية و له شغل مجهود يعني. طيب. أي رسالة؟ على أصدقاء عشان نشوف هو كمان عم بيقول حبيب القلب جان بهنيك على البرنامج وعلى وصولك للحلقة رقم 100 وبعتذر إذا قصرت بدوري أحيانا وبدي أتشكر كل شخص شارك معنا بالبرنامج وقال رأيه بضوء وأجهر بدون خوف يقول وجه الجهل والكراهية والموت والتأمين حاضر والمستقبل أجمل وتخاريفكم ستفهم وراح يبقى العلم وبحب أقول لكم وبحب أقول لكل شخص ترك ثقافة القطيع وخرج عن قوانين الأجداد بحب أقول له اجهر على قدر استطاعتك خلي العالم يعرف أنك موجود ساهم قد ما تقدر بتوعية من تراه أهلا للتوعية وللخروج من القطيع. ورسالة بسيطة قصيرة للمؤمنين لماذا نرى المختلفين عنا أنهم على خطأ. لو عدنا لبدايات التاريخ البشري لوجدنا أن البشر قد قسموا أنفسهم دائما لمجموعات تكره وتقتل بعضها البعض. ولأسباب مختلفة وسخيفة دائما يخبر الإنسان نفسه أنه على حق وأنه ذو قيمة أعلى من مخالفيه في الدنيا وعند آلهة السماء الوهمية والتي تقف دائما بجانبه كل طرف يرى أن الله بجانبه. آلاف من الأديان والطوائف استمرت على دماء أتباعها ومخالفيها كل منهم يدعي أنه الطريق الحق والوحيد إلى الله ونحو حياة خالدة سعيدة. أجيال من البشر تورث أجيال تورثهم الجهل والخوف الحقد والكراهية والعنصرية وكأن العقول بس دايها الأخ اتصل فيني أنا رجعت تفصلت وكأن يجب التغيير ولتطلب ذلك الموت أو القتل في سبيله كل هذا باسم الله. كم هو مذنب ذلك الرب الذي ترتكب باسمه أبشع الجرائم. كنت مكانه لما سمحت لأحد أن يتحدث على لساني بسوء فما بالكم بأن يقتل باسمي. يمكننا أن نكون أفضل حالا وأن نصنع مستقبل أجمل. أخي المؤمن أنا أرى وجهك وهو جميل وأسمع صوتك وهو جميل وأعلم أنك مختلف عني كليا وهذا جميل وفالتشابه يقتل الجمال وأنا فخور بك كأخي. نحن نسعى ليكون المستقبل أجمل. نحن منبذ العنف وضد الكراهية والحروب. أخي المؤمن إذا كنت حقا توافقني التوجه عليك الوقوف في جانب التخلص من تشدد الديني وتؤمن بعدها بما شئت. نحن حلقة في سلسلة بشرية تعيش
اللحظة التي لا تقدر لا تقدر بثمن لتشارك متعة الحياة والاختلاف. أخوكم أظن الأخ ملهم. طيب راح نأخذ الاتصال هذا. تفضل أحمد. مساء الخير عليكم. مساء الخيرات. تفضل. Happy 100th episode. أهلا وسهلا فيك. طبعاً في مفرقعات عندنا إحنا في المدينة بنعتبة ولادة المهدي والحسين والحفاظ صادف على جميل. تمام. على كل حال أخ سال أهلا وسهلا فيك أخ سال وأهلا وسهلا فيك أحمد. خليك معنا الأخ سال الأخت نادين موجودين وأختنا ميساء. خلينا بس نرحب فيهم بعدين نرجع لك يا أحمد. نشوف الورود الموجودة. Well, تفضل سال حبيبي. First مبروك على 100 سنة. وبدي معاكم ميساء حبيبتي. كيف حالك؟ انا استمتعت بحضرتك. Very good to see you. الحمد لله. الحمد لله تمام. انت كيفك؟ تمام حبيبي. حماده زعيم الكفار والزنادقه. ضموا صوتكم معايا. Guess what؟ 100 حلقه لإلك وعيد ميلادها اليوم. ألف مبروك وعيد ميلاد سعيد. طيب خلونا نسمع من ميساء. ميساء ما سمعنا صوتك، يعني ما سمعنا صوتك بصراحة، يعني مش داعي لصوتك. أول شيء اعتذر. أقول على النساء. وصلت من أخرى وكنت أنت قاعد تقرأ فما حبيت أقاطعك. قلت فكل عام وانت بخير يا جان، لأنه بصراحة هذه إنجاز انت حققتها. تسجل بصراحة باسمنا احنا كلنا الملحدين، بس الفضل يعود لك، يعني انه 100 حلقة و100 ملحد وصوتنا بدأ يسمع. انه هذا الشيء انا ما تخيلت انه راح يصير، يعني 2-3 سنين ورا. فمبروك علينا كلنا ومبروك لك أنت بشكل خاص يا جان، يعني صراحة it's great. صراحة ما أقول مبروك، يعني لكلنا مثل ما قلت لكل الأصدقاء اللي اشتركوا معنا، يعني فريق حملة إجهار وأولهم أحمد، يعني صوتك اختفى يا جان، ما سمعتك. بقول يعني مبروك لكل اللي شاركوا وطلعوا معنا بالحلقه حلقات البرنامج. طبعا فريق حمله اجهر واولهم زعيمنا الروحي احمد حرقان، هو صاحب اكيد احمد حرقان هو البطل الاسود. وبعدين كلنا احنا صرنا بطاط سوداء. أظن هو البطل الأبيض، يعني البطل الأزرق صراحة. بس تعرف شيء جان، يعني أنا صار لي فترة طويلة ملحدة، بس ما أعتقد نهائيا. أنا حتى يعني عندي قناة باليوتيوب، بس أنا عمري ما قلتها بصوت عالي إنه أنا ملحدة إلا بعد ما عملت المقابلة وياك. يعني أوكي أنا ما كنت مخبية الحادي، بس بنفس الوقت ما كانت عندي الجرأة أني أقولها بصوت وصورة أنه أنا ملحدة، يعني فلهالسبب أنا أحس أنه برنامجي كان لها الفضل لهالشيء، أنه أنا قدرت أقول بصوت عالي. وأنا على فكرة بعد الحلقة كثير ناس تواصلوا معي، أهلي وبرايبي واللي كانوا يدرسون معي بالمدرسة، وأنت صايرة ملحدة ومش عارفة إيش، يعني I went public يعني. وأنت السبب. طب بس خلينا نرجع للاخ احمد، يعني هو واقف على بالسكايب عم استنانا.
تفضل اخي احمد. سامعانينا؟ طبعا سعيد جدا بالمشاركه وسعيد باسماع اصواتكم، بس بدي اوجه رساله انه اي برنامج او اي شخص ملحد او اي واحد بدي اوجه رساله انه عقليه الفلسفه القديمه الشيوخ لما يقعد مثلا اشخاص حوله ويقعدوا فرحين بما اوتي من علاقه اللسان ومستوعب وهم مقتنع ويظن الناس جميعا سيفعلون بها حاله ما ينتبهون اليه، حاصرين تفكيرهم داخل اطار ضيق كانما رجل عارس عصرنا هذا يحارب بالسيف والرمح من الاسلحه القديمه وهو يريد يتعارك مثلا يتقاتل ويا صاحب رشاد في منطقة العقل والعلم. ليش نجدر نقول من المنطقة الحديثة أصلا من المنطقة القديمة؟ ليش هناك مقاييس يعني على الفريقين؟ لكن هل يستطيع أصحاب الضيف أن يكون رشاش ما شاء لهم من ويعدوا سلاح أثناء الأمال الذي يتخصصون؟ لكن في واقعنا لو صاحب الرشاش وصاحب السيف مين اللي راح يغلبه؟ بكل تأكيد بكل تأكيد يعني العقلية القديمة دائما هي الخسران أمام العقلية الجديدة وكان عرفوه في تقدم يعني لذلك هم جماعة العصور الوسطى وما أظن يعني مهما كانوا حاملين من أفكارهم في البلد لا عليها يواجهون القرن 21 يعني في خرافاتهم فما أظن يعني خرافات أمام العلم نهائيا. شو رأيك أحمد؟ كلهم مقتنع أنه يعني خليني أخذ رأي أحمد أخونا أحمد حرقان البداية وبعدين ما يسكن مع الكمل الكريم بطل. أنا عايز أسمع أكتر يعني أنا رأيي نفس رأي أحمد نفس رأيك يعني أنا عايز أسمع أكتر. طيب احمد في عندك الناس الجميل اللي انا اول مره يعني اجتمع معاهم في مكان واحد يعني انا بجد بشكر الرجال طبعا هو عرفنا على بعض ووفر الاجتماع ده يعني ووفر الظروف اللي احنا اتقابلنا فيها مع بعض. طيب ننتقل لميساء. احمد حابب يسمع رايك تفضلي ميساء. شو رايك القتال بين العقلية القديمة والجديدة الحديثة والقديمة يعني هالشيوخ هدول بخرافاتهم وبمقالاتهم بيحاولوا يواجهوا العلم بالعصر الحديث، شو رأيك يعني؟ يعني أنا أيد أحمد نفس الشيء وحاب أضيف إنه إحنا حالياً فضل الانترنت والعلم قاعد يتغير والناس احس انه واعتقد حكينا بهالموضوع اخر مره يعني الناس صارت عندها جرأة اكبر وصار عندها تمرد يعني انه صار الناس تقدر بكل سهوله تفكر. يعني احنا في من زمان كنا عايشين بكبت وخوف وارهاب انه حتى لو في عندنا فكره نحاول انه نكذب حالنا يعني، بس بالآونة الأخيرة تشوف الناس صارت ما تخاف تفكر وما ما عادت تخاف إنها تحكي بصوت عالي يعني، ففي فرق كبير وأعتقد إنه إحنا مع تعطيها 20 سنة 30 سنة يمكن الإسلام راح يحتضر تماماً يعني. وفي الواقع هو يحتضر الآن يعني 20 30 سنة خلينا نمشي على العكاز يعني ونشوف جنازته يعني. للأخت نادين والأخ سالم، شو رأيك بالعقلية القديمة والجديدة والصراع هذا الموجود يعني كيف برأيك شو النتيجة راح تكون؟ حبيبي تفضلي نادين. في عندي أمل كبير إنه مثل ما حكت الأخت في أمل كبير إنه التطور يكون بشكل سريع يعني ينافذ الناس بدأت يعني تتجرأ أكثر
يعني الضغوط وكثير من الامور ميكس سنس، يعني يخليهم بدون يسألون حالهم يعني لماذا اصلي خمس مرات، لماذا هذا حرام حرام حرام. فالضغط والكبد مثل ما تفضلتي، الكبد هو الانفجار. وبعدين مثل ما متوفر الان اليوتيوب والبرامج اللي عم بتنور، برنامج يسوع، برنامج زوجي يسوع، اوكي هذه دعايات يعني من ضمن وسط الحلقه، هاي دعايه للبرنامج زوجي يسوع بروجكت. اوكي اكيد يعني احمد، يعني بدي اقدم لك تحيه خاصه لك، احترام واعتزاز مني شخصيا، وافتخر بيك يعني بطريقه لا توصف. وجان وانتم لكم دور كبير انه انا يعني تكون عندي القوه والقدره، زوجي اكيد بس مثل ما يكون داخل البيت يختلف عما خارج حدود البيت. وشجعتوني كثير واتابعكم حتى يمكن اذا اكون انا ليزي وما اكتب اني كومنت، بس انتم قدوه لي وللكثير، وانتم كنتوا سبب يعني يمكن الكثير من الناس اللي اعلنوا اتحادهم. وما اعتقد الاسلام راح يطول، حتى اللي مارسوه هم عندهم بداخلهم شك، انا متاكده لان انا كنت واحده من عندهم، بس يحتاج وقت. اتمنى ما يكون طويل. تسلمي نادين. على كل حال في معنى اتصال من الاخ رشيد، خلونا نسمع الاخ رشيد. تفضل رشيد. رشيد انت معنا؟ تفضل تفضل اخي رشيد. كلنا اذان صاغيه، وعلى فكره الاخ رشيد راح يكون معنا بحلقه يوم الخميس الساعه 8 بتوقيتكم. تفضل. على وقت علي صوتك رشيد، لانه صوتك شوي ما عم بتقرب الميكروفون على كل مكان بسمعك. مظبوط. بس بدي وجه تحيه كثير لك وللاخ احمد صفار لجميع الموجودين معكم، والاخ احمد بدي اقول لكم يعطيكم الف عافيه، صراحه برنامج كثير حلو، هذا الف مبروك، اتمنى لكم الاستمراريه والنجاح. أشكركم مقولة لرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لينكولن، يقول أنا أسير الخطأ لكنني لا أسير في الخلف أبدا. إن شاء الله إحنا ما رح نرجع للخلف أبدا، رح نضل مع بعض ونكمل هالطريق هذا، ثم كانت العواقب ثم كانت النتائج، رح نجاهد بأجهادنا دائما وأبدا حتى يوصل صوتنا لجميع الناس. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب شو بتحب توجه اسئله لضيوفنا، اذا لاحمد لمنساء لسال لنادين، يعني هذول سبقوا في جهه نعم صحيح. بالنسبه لي بصراحه ما عندي اي اسئله، بس بحب اقول لهم انه استفدت منه كثير كثير، وخاصه لاحمد طبعا استفدت منه كثير كثير، تابعت له كثير حلقات مقابلات على القنوات المصريه، كان بصراحة أحد من الأسباب اللي خلاني أطرح فكرة الدين أي دين كان أي معتقد كان، أتشجع طبعا يعني حتى أشعر بإلحادي، وإن شاء الله أكون معكم اليوم الخميس الجاي، يكون برنامج يكون معكم إن شاء الله. بكل تأكيد بكل تأكيد، بس ما راح إن شاء الله، هذا ما أظن إن شاء يعني لو إيده كان كسرنا. كلنا يعني بكل تأكيد بكل تأكيد. أنا بشكرك كثير أخي رشيد، ولقائنا يوم الخميس أكيد، ويعني بتمنى لك سهرة سعيدة، يعني انا بتمنى بكل الشباب يجهروا، وانا راح اجي على احكي مع الاستاذ،
الدهر صراحة. شكرا كثير لك أحمد. لازم كل شخص ممكن يتابع حاله. طبعا مو شرط يعني يتابع كل يوم في القناه ويتابع كل يوم تحكيم، فمجرد انك تتابع حالك ولا مره واحده تحب تسمع صوتك تعرف مين اللي شو افكارك، توصل صوتك لكل الناس اللي حواليك، اقاربك اصدقائك اي الاشخاص اللي موجودين بمحيطك يعني، فهو شيء كثير مهم طبعا حتى الناس تسمع صوتنا. كنا نلاحظ انه طبعا في حال يوم ما رجعنا الى بلادنا يكون لنا صوت، يكون لنا حقوق طبعا اهم شيء، يكون معترف فينا كاشخاص كبشر عاديين مثل اي انسان. بكل تاكيد بكل تاكيد. شكرا لك رشيد. شكرا. طيب سال حبيبي سال، شو بتقولنا عن برنامجك؟ بصراحة يعني بدنا نسمع منك عن برنامجك وشو الأسباب اللي دفعتك تعمل هالبرنامج؟ والله برنامجي named Jethur Bridges، الغاية من Bridges من الاسم، يعني الاسم على مسمى يكون Jethur، بدي أواصل الشرق والغرب إذا أمكن. لا أحمد الحرقان استطاع أن يترك الصلاة ويترك الجامع ويحرر حاله أنا كمان بإمكاني. أنا صراحة يعني السنتين الأخيرة صرت أتابعكم من خلال إسماعيل. قبل إسماعيل كان وفاء سلطان، وقبل وفاء سلطان كان أيان هرسيالي، ولما شفتكم والله أتابعكم صراحة شجعت بشكل يعني في بادرة أمل. أنا لما تركت الشرق الأوسط زمان يعني كنت يائس إنه يعني العربي كنت يائس إنه هذه المنطقة قضى عليها الإسلام بالمرة ويعني ما في أي أمل، بس الظاهر في بادرة أمل. ويقال إنه إذا وضعت نبتة صغيرة في صندوق مغلق مظلم وفتحت ثقب صغير، النبتة طبيعياً راح تتجه إلى هذا الثقب وتشوف النور، تطلع للنور. يس. فشعوبنا احتلها الإسلام احتلال يعني احتلال قوي، احتلال مجرم بحيث جامح قضى عليهم تماماً. يعني ما كان في بلداننا غير الشيخ والجامع والحسينية، هذول اللي يسموهم علماء الجهل والضلالة. الآن الإسلام في مأزق صراحة، يعني الحمار الطائر والصخرة اللي تولد بعير، والأمور كثيرة بدأت توضح. أما نكاح الصغار والنبي ينكح أي واحد بالطريق يشوف سوري بس بدأت الأمور توضح وفي شغلات مخزية. الحمد لله البخاري وابن كثير وطبقات بني سعد وابن سعد وأحمد حرقان وطبقات طبقات شيمة، ظهرت هاي الأفعال الشنيعة. وبعدين أنا برأيي الإيمان في القلب، أنا أروح أمارس طقوس هندوسية، I love the طقوس هندوسية بدون ما بدي أفهم في إله وفي الإسلام. يعني حط السيف على رقبتك، أسلم تسلم. No, fuck off, I don't want to أسلم. ما أحب أسلم بلادك هذا المخرب. أمين بالإسلام. بس هو هالحين من الأسلم. ينكح كل واحد له بالطريق يعني. كان جيت حوار يلي هو. عفوا قبل فترة يعني سمعت كويز. fill the blank يعني املأ الفراغ الآتي بالإنجليزي هون، وخليت يعني حزورة حلوة كتير بديش أحكيها بس ممكن الناس يواجه يعني تثقيفية ومع مزحة على محمد ونشاط الجنسي. فقيت يعني أحلى الأجوبة، جتني آلاف الأجوبة من المجتمع الأمريكي، يعني عم بثقفهم عن طريق الجروب تبعي. فنرجع الجسور صراحة بدي انضم يعني هلا كنا نفسي هي احكي لنا والجواب بعدين نرجع له. املأ الفراغ الاتي،
محمد نبي الإسلام يحب الجنس بطريقة فظيعة. الفراغ إنه يحب الجنس مع فراغ. الاختيار الأول العجائز الشابات، الاختيار الثاني الصغار المطلقات الميتات مع الحيوانات، والأخير يعني أي سابع واحد كان all the above مع الحيوانات كل ما سبق. Last the animals. Yeah. والعالم كلها حفظت يعني يعرفون محمد وأفعاله، فكلهم أجابوا الإجابة الصحيحة ونجحوا في الامتحان. Yes. Yeah. بس أنا مش القصد أعمل يعني أعمل fun of it. But صراحة الإسلام مسخرة. لو أنت كنت تمارس طقوسك الدينية وتخليني بحالي I don't give a care. ما يهمني يعني روح أعبد الحجرة بس ربنيش بيه. فقلت لك يعني من شفت برنامجك وبرنامج السمعة جان أحكي لك شيء يعني عن جد I miss it I love it. أنا أحب لما تبدي البرنامج لما تبدي أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. I miss it. كنت في الشغل أنا حاطل يعني الفون قدامي مستعد بدي اسمع هاي الجمله فاليوم الاخيره مثل زعلت راحت تمام. يا عنجد عنجد رجعت بعدين قلت ايفن يعني تخلص الحلقه وما اعرف شو بس ارجع بدي هاي الخمس ثواني الاولى بدي اشوف ايش كيف تحكي. انا اي لاف ات بعد اسماعيل لما يحكي انا سعيد كثير احبها بشكل بعدين اما تمدحها معه مثل انت دائما تحكي انا سعيد. يس صراحه يعني جهودك وانا عارف كيف واحد يبدي لحاله. انا عملت جروب قبل كم سنه بديت من زيرو. الان الجروب يعني 37,000 here in America 37,000 37 يس. وبدت في البدايه صعبه وانا يعني دائما أشكرك في البداية بصمودك وعمل حلقة جديدة والمثابرة والجهود الأخوان اللي معاك طبعاً إسماعيل كذلك. فصراحة يعني شجاعة إسماعيل وأحمد الرجل هذا اللي أمامي أحمد حرقان يعني البطولة والشجاعة اللي أظهروها دي نوت دي هذه الناس بدهم يعني دعم بدهم مساعدة. فجت الفكرة أعمل برنامج وبلشت قبل أكثر من أسبوعين. I have 14 حلقة الآن ثلاثة عربي و 11 إنجليزي. الغرض أنا صراحة بدي أعرف على الإسلام الصحيح والإسلام threat or danger خطر ولا خطر يا يعني خطر danger or threat. والبدي العالم تعرف مين الإسلام لأن شيوخ الإسلام عم يستعملوا التقية ويضحكوا على الغرب وبعدين بكرة راح يقتلوهم يعني أكيد لازم بدنا ف I hope يعني ما أخذت وقت طويل في الإجابة. لا يا عم لا ولا يهمك. طبعا أحمد تفضل. ايوه اسف اخذنا عليك يعني تفضل. ولا يهمك ولا يهمك. انا بس عايز اشارك انا اقول لك مبروك فيك على جهرك الاتحادي يعني. تسلم يا فندم يعني. وانا بسلم على فيك عندك النهارده وبس يعني. تسلم إذا في عندك يعني عندك أصدقائنا معك تحب توجه لهم أي سؤال تحب توجه لهم أي كلمة؟ كان عايز أسأل أحمد لو قدر أنا كنت في مصر يعني أقدر أعمل أو حاجة. طيب هاي بتعرفها للفيسبوك إذا بتقدر تراسله وبال ما أحمد كان ما أعرفش ما بيردش على الفيسبوك. معلش هرد في شوية رسائل متأخرين معلش. لا هرد على كل الرسائل أحيانا بتأخر شوية بس
عندي رسائل كتير جدا واحيانا بتاخر شويه، انا اسف هرد عليها انا اسف. هو بصراحة احمد يعني حتى رسائلي انا مرات بكتب له تعليق رد على الرساله، يا احمد بعت لك رساله اقراها فبيشوف التعليق بعدين يرد على رسالتي. فبدك بصراحه الاخ احمد عنده رسائل كثير كثير يعني مشان هيك. أكيد 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 أخي أحمد، أكيد أنا بتشكرك كثير أخي أحمد ومنتظرين مشاركاتك في حلقات قادمة. شكراً شكراً حبيبي شكراً. ميساء شو رأيك بالآل الأخ الأخ أحمد؟ بصراحة أيده تماماً، يعني هو إحنا أعتقد سلاح الأكبر والأقوى اللي عندنا حالياً هو العلم، يعني لأنه خصوصاً لما يكون الطفل بالمدرسة أو بالجامعة ويتعلم أشياء معينة وبعدين يلاقي أن القرآن والأحاديث تناقض هالأشياء، أعتقد هذه راح تكون أول بذرة شك تزرعها بالمسلم، أنه بحيث أنه يبدي يسأل نفسه يعني أنه ليش في تناقض، يعني على اساس انه جبريل اللي نزل على محمد وانه الله يعلم الغيب، فكيف الله ما عرف ان هالاشياء اللي احنا تعلمناها بالمدرسه؟ المفروض انه احنا اصلا المفروض ان القران هو اللي علمنا قبل العلم مش العكس يعني. فهذا الشيء اللي راح يخلي الانسان تهز ايمانه بنفسه ويبدي على الاقل يبدي يحصل نقطه بدايه وين يبدي يبحث فيها يعني. فأنا ساعات يعني الناس تنتقد ليش أنه أنا مثلاً ساعات أستهزأ أو أستخدم أسلوب السخرية بالدين، بس ألاقي أنه الناس تتفاعل أكثر معي لما أجيب إثباتات علمية تناقض القرآن أو تناقض الأحاديث، ويعني مكترها بصراحة يعني افتح القرآن ولا بأي صفحة يعني وراح تلاقي أشياء كثيرة تناقض يعني اللي حتى الطفل بالمدرسة ما راح يستوعبها يعني. فيا أكيد العلم هو السلاح الأقوى والأكبر إنه إحنا ننسف هالدين. بكل تأكيد بكل تأكيد. طيب أنا بدي أوجه حديثي لأحمد أخوي صديقي العزيز. أحمد نحن بدنا نسوي سلسلة حلقات في رحاب القرآن مع أحمد حرقان. أول شيء بدي أخذ إذنك بهالموضوع هذا إذا تسمح لنا طبعاً،
وجايين على الطريق طبعا، بس اسالك موضوع الاعجاز العلمي والقران، كيف ممكن نستفيد منه نحن كملحدين من مساله الاعجاز العلمي هي الموجوده بالقران؟ يعني مثل ما طرح الاخ احمد على نفس الشكل، يعني مواجهه علميه، كيف ممكن نقدر نستفيد منها؟ كيف ممكن نظهر لهال يعني لاهالينا هالدراويش؟ صراحه جماعه جهلة دراويش، ما يعني يشفق عليهم يعني صراحه. كيف ممكن نوعيهم بهالمساله الاعجاز العلمي لما جماعه الزغلول النجار وغيره ضحكوا عليهم الى يوم الضحك يعني هالزعبلات؟ لا يمكن بخصوص الاعجاز بالذات، يعني ممكن نخليهم يشوفوا الكلام بتاع عدنان ابراهيم في الموضوع ده، لان هو من اشد منتقدي فكره الاعجاز العلمي في القران. احنا بالنسبه لنا الموضوع كله سخيف بشكل لا يطاق. يعني انا بالنسبه لي مش هقدر اقعد اقول الكلام بتاع عدنان ابراهيم ده، لان انا شايف ان هو الموضوع كله على بعضه اسخف من ان هو يتناقش. يعني وان انا بشوف اي انسان بيفضل يقعد يناقشني في موضوع الاعجاز ده بشوفه مستوى ذكائه اقل من المتوسط، وانا عاده ما بتعبش نفسي مع حد ذكائه بالمستوى ده. يعني يفضل ان انا اشغل نفسي بحاجه تانية اكثر فائده، يعني او اشغل نفسي مع حد تاني اذكى شويه هيوفر عليا مشوار كبير، لان غالبا ده مش هيفهم حاجه خالص. بس انا ممكن استفيد من عدنان ابراهيم، لان هو مسلم هو كمان، فعنده خلق اللي يقعد يفصص ويفعص في الحاجات ديت ويمد ايده ويشتغل في العك ده يعني. بس عدنان ابراهيم كويس بيتكلم كلام معقول يعني. فانا لو نصحت ليك تدي لهم كلام عدنان ابراهيم زي ما هو كده، وحتى بدي لهم كلام عدنان ابراهيم في التطور زي ما هو. شوف السلسله بتاعت عدنان ابراهيم سمعتها الاول كويس، سمعتها بدقه يعني شديده كلها، وبعد كده قلت دي معتمده، اي حد من المسلمين يبقى بيناقش في التطور ياخد كلام عدنان ابراهيم يتعلم منه. هم مسلمين في بعضهم يقدروا يفهموا بعض يعني. بس هو بصراحه احمد ما بعرف شو اقول لك. يعني عدنان ابراهيم واحد دجال، انا بالنسبه لي مشعوذ دجال، ولكن للاسف يعني ما بعرف عدنان ابراهيم بيحاول لفوا دوران شغل اخوان المسلمين يعني. طب في معي اتصال من الاخ مستر بلاك زب. الو تفضل. الو تفضل سامعينا. اهلا وسهلا فيكم، تحياتي صديقي جان والضيوف الكرام. اهلا وسهلا فيك اخي، والله تحياتي للبرنامج الرائع والف مبروك، يعني صار الحلقه 100 شيء روعة يعني. ألو تفضل سمعينك أخي تفضل. بحكي سمعني؟ سامعك تفضل أكيد. أهلا فيك وتحياتي للضيوف الكرام. طيب شو بتوجه كلمة للضيوف الكرام؟ عندك أربعة من الشخصيات الإلحادية رائعة مثل ما بقولوا، شو بتوجه لهم كلمة؟ شو إذا في عندك أسئلة لهم كمان؟ والله كلهم رائعين ومتابعهم خاصة صديقي أحمد حلقان، أو أنت مصري بس ما بقول كمان نفس الشيء يعني، نفس الأخ اللي قبل. أكيد أكيد. طب انا بشكرك كثير اخي مستر بلاك. وشو اسم شو الاسم اللي بتحب تفضله؟ يعني ما بعرف مستر بلاك يعني كويس. انا اسمي ميلاد. طيب ميلاد. ميلاد 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 ما تاخذني ميلاد. اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك ميلاد. يعني بصراحه ميلاد انا بحكي معك كنا تقريبا مراسلات، فما تاخذني يعني ما عرفتك بين مستر بلاك وميلاد. مو مشكلة، تحياتي للكل والف مبروك. اهلا وسهلا فيك ميلاد، اهلا وسهلا فيك ميلاد، شكرا كثير وشكرا لمشاركتك. شكرا لك. طبعا في عندنا اخ يوسف عم بيقول ممكن اتصل، طبعا اكيد ممكن تتصل، على كل حال انا راح احاول اتصل فيك. طيب
يا ريت تسمعنا اخ يوسف. طيب خلي بس خليني اخذ راي سالبي بموضوع الاعجاز. الاعجاز شو ممكن نقدر نساوي، يعني كيف ممكن نستخدم الاعجاز هذا لصالح الملحدين؟ well, الاخ احمد كان كريم جدا مع اللي يفكرون بالاعجاز، لانه اعطاهم دون مستوى الوسط، دون الوسط صح؟ أقل الوسط. حبيبي أنت يعني كريم جدا معهم، أنا أعتبرهم تحت الصفر صراحة. وبدي أحكيها يعني مش تنكيل بإخواننا، بس أي شخص فعلا يعرف أي شيء عن العلم وعنده أي منطق أو وعي فكري، هذه ترهات. يعني أنا يعني أحطها بأقرب قمامة، أي إعجاز يا أخي. طيب موافق عندكم في الإعجاز العلمي في القرآن؟ القرآن يستخدم في السعودية، أين الإعجاز؟ ماذا عملت السعودية؟ المهلكة العربية السعودية، إيران، العراق، سوريا، أفغانستان بلد المجاهدين، ماذا عمل؟ أين الإعجاز العلمي؟ ورجيني مين يعني الأزهر؟ يعني عم بيضيع وقت. انا متفق مع احمد انه ناو انا من يحكي مع بالاعجاز اشيله واحطه في القمامه. يعني اي لماذا الكفار عم يكتشفوا كل هذه الاكتشافات؟ هل عم نحكي مين اكتشف هذا؟ البخاري عمل لابتوب، ابو حميد ابن كثير عمل السلفون، ولا محمد عمل؟ لا ابو حميد، اوه لا محمد عمل واحد، صح صح سوري اي ابولوجايز، محمد عمر حمار سيدس. يا والبخاري القصد انا قصدي انه كيف ممكن استعمل الاعجاز هذا؟ يا سوري تو كات يو، ارجع اول شيء لما يحكي نرجع للجنين وتكوين الجنين، النطفة والعلقة والعظام، وبعدين اشتروا كيلو لحم وحطوه على العظام وصار إنسان. السونوغرام موجودنا، هم نفسهم المسلمين أحفاد محمد عم يستخدموا السونوغرام أولاد القردة والخنازير حتى يشوفون أولادهم بالنشأة من أول دقة قلب. الجنين يتكامل يعني من أصبعه، يعني كله ينشأ مع بعض بالأجهزة الفايرال الداخلية والجسم والأطراف كلها مع بعض، والعظام تكبر وتنشأ مع بعض، اللحم والعضلات وما يعرف عضلات كان أبو حميد. يعني ما ينخلق الجهاز العصبي والجهاز والكسور والعظام وبعد الجهاز العظمي وبعدين يكتسي باللحم مثل ما يذكر القرآن اللي هي العضلات، هو يخلق كله في وقت واحد، يخلق ينشأ كله في وقت واحد. عليه أساس يخلق الجهاز العظمي first وبعدين وين راح يكون القلب؟ القلب عضلة، كيف ينبض؟ وهو بالأسابيع الأولى أنت تسمع نبضات القلب. سو أكيد العلم، يعني العلم يثبت إنه القرآن أكذوبة، يعني مجموعة من الأكاذيب الكبيرة، ومن يتبع هذه الأكاذيب ما إلا هو جاهل، يعني عليه يستنجد حاله بالعلم لا أكثر ولا أقل. يعني راح أحسن تفضل. على أساس يعني المرأة لما تتهب وتنزل هيت عظماية هي تطيح منها يعني وقت الإتهاب، على أساس عاد الطفل ما تكون، يعني دائما تخيلتها بهالطريقة يعني. سوري بس يعني هذا منطق، ما يحتاج حتى يروح للمستشفى، يعني بالبيت راح يقدر يعرف صح. بعدين يقولوا لك ما أخبر محمد بذلك قبل 1400 سنة أبوي. المؤمن وخاصة المؤمن المسلم هو المسؤول عن تغييب عقله. لما توصل الآن وصلوا هنا في أمريكا وصلوا يعني يورجوك صورة الجنين، كان قبل بس تشوف السونوغرام الهيئة، ناو بإمكانك تشوف وجهه تفاصيل وجهه.
وانا وبالالوان باي ذا واي، ومتاكد راي يعني عن قريب جدا ان راح ياخذوا له صوره كانه ياخذ له صوره بالتلفون بامكانك تشوف ابنه. بعدين الاعجاز العلمي والله خير الخالقين وما اعرف شو. طيب لماذا ياتي الناس المعوقه؟ عفوا الان العلم اثناء فتره الحمل الاطفال اللي احنا اللي هم يسموهم المعوقين خلال فتره الحمل من خلال السونار يعرفون اذا كان هذا الطفل طبيعي ام لا، والوالدين يكونوا مخيرين اذا تبدكم كملون فتره الحمل راح يكون عندكم طفل معاق، يعني هو لساته جنين يعرفوا اذا كان معاق واذا لا. هل مذكور هذا بالقران؟ لا، بالقران مذكور وخلقنا الانسان في احسن تقويم. اين الاحسن تقويم؟ سو يعني the opposite، كل شيء معاكس. سو يعني ما يحتاج وقت كبير لاكتشاف الخديعة بالقرآن. يا وصراحة في بدي أوجه شكر كبير للدكتور سام الذيب على الطبعة الجديدة للقرآن حسب التاريخ. أنا لقيت نظرة سريعة، يعني أنا I hate to read this book، يعني يصيبني بالغثيان لما أقرأ هذا الكتاب، بس بدي أشوف. وبعدين فعلاً 80% من هذا القرآن من أولاد القردة والخنازير، يعني من التوراة وقصص قديمة كانت، يعني جدتي وجدتها يقول مع بعض، ومحمد كان يلسنن ويكتب هاي الشغلات، يعني ضحك على الذقون. في ملاحظات دائماً أذكرها للإخوان المسلمين بس يتجاهلوها ويعتبروني يعني كافر. هو كافر أكيد يعني، وسام شرف. بس لماذا يشق محمد قمر بعد الآلاف الأميال ولم يشق أحد جبال مكة اللي قريبة عنهم؟ ولماذا لم يكن هناك شاهد واحد؟ This is one. The second one، الحمار سيدة الطائر، البراق، كيف أنت بدك بدنا معجزة؟ شوفنا معجزة يا أخي، لماذا تطير بالليل وما حد شافك وما شوفه؟ يعني هو المؤمن، احنا جايين كلنا عم نحكي نعم من خلفيات اسلامية. انا اشكر ابي وروح ابي يعني لانه كان ملحد ولم يفرض علينا اي ديانة، فلم يعني لو كنت اشوف يعني الدين يعني عبارة عن سخافة عن جد. و يعني فعلا اشكر، اتمنى أقدم له هذا الشكر الشخصي إنه ما فرض علينا هذا الأمور، وتعال صدق وصلي مثل ما يعمل الآن مع الأسر، علموهم في السابعة وضربوهم في العاشرة ويعملوا لهم هاي الخيمة يلبسوها بالتاسعة. و يعني سأل أنا كنت أطلق على اسم البراق هذا، كنت أسميه الحمار الطائر. أنا بحلغي الاسم من اليوم فصاعدا فيسمى الجحش الطائر. يعني هو هجين. نو جحش يعني بيبي. طيب في معنى اتصال الاخ يوسف. اخ يوسف نحن انا كثير اسف على التاخير، يعني تميت على الخط. انا تفضل اخي. مساء الخير، انا جورج معك سابقا. جوزيف، ايوه جوزيف، انا اسف بكتب هون يوسف. يوسف جاي بالانجلش جو. بتعرف نحن بنعرف انجلش. مساء الخير لك ولضيوف الكرام، وشكرا على استضافتي بالبرنامج. انا سعيد جدا كمان، ووجود الاخ احمد حرقان كمان بشكل اثراء كل حلقه وكل برنامج او لقاء بعمله. طبعا انا حبيت بس بالمشاركه بحكي كم شغله عن وضع الملحدين وعن البرنامج بنفسه. يعني مبروك، الف مبروك لكم، صار 100 حلقه تقريبا، صار 100 مجاهر، ولسه إلى قدام كمان فارح استرجان الملحدين. وضعنا عم يتحسن وعم يتغير، يعني نفسيا تشوف صاروا شجعان أكثر ومدركين للوضع كيف إنه عم يتغير الحال من عشرات القرون، يعني قرون عديدة صار الدين بشكل عام يحكم المنطقة، هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحاليا الدين بينتشر كمان بيبي أوروبا. فيعني المعركة قوية، المعركة الفكرية قوية جدا. فالملحدين العرب بيعرفوا مستوى الحرب الجارية، الحرب الفكرية intellectual war، يعني
فأنا بس حبيت أوضح إنه الملحدين لازم ينتبهوا كمان، لأن في منهم كيف بقول لك، في منهم بيطلعوا على غيرهم بيشوفوا بالحلقات بيصير عندهم تحمس، يتحمسوا يعني بيتشجعوا نفسيا ليعملوا حلقات، بيشوفوا كل واحد بيعمل الحلقة وما بيعرفوا إنه هذا الإنسان مثلا غير معرض للقتل، غير معرض للذبح. يعني بتعرف القانون العربي الموحد الجزائري بيقول إذا الواحد ارتد مات خلال 3 أيام يتم قتله علنا، ففي منهم ما بيعرفوا هذا الشيء يعني. وبالنسبة مثلا لدولة مصر اللي أخونا أحمد منها يعني، فهو أنا من يعني أشعر بذهول وفرحة يعني إنه هو يواجه كل الناس من حوله وأصفه بأنه من أشجع الملحدين المجاهرين يعني. وأنا أشوفه بالحلقات عاشق للحياة بشدة يعني، لما بيجي للحلقة بتحس إنه الحلقة يعني صارت على أحسن ما أحسن حال، فهمت كيف علي؟ فهو بشوف عنده سعادة عارمة وعشق للحياة وجدية في شرح حديث عن أي توبيك أي نقطة أو موضوع يعني. فهو ألهمني شخصيا يعني، ألهمني شخصيا لمستقبل الملحدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لا أنا كنت يعني كان ما عندي أمل يعني، كنت هوبليس إنه كيف الإسلام إنه عم ينتشر والليلة الآن واصل للدول الغربية. وبتعرف كمان المسلمين شو عملوا قبل فترة، ما أعرف كم شهر، بكولونيا بألمانيا حملات اغتصاب، اعتداءات في بروكسل بلجيكا. فيعني عالميا لما بتقرأ بالإنترنت بتشوف إنه كانوا نحن مقتربين لحرب عالمية ثالثة من نوع ديني يعني. لكن بوجود الملحدين الحالة متغير تماما يعني. حملة دجار راح تتكلل بالنجاح أكيد يعني، هذا شيء رائع جدا راح تستغل، خصوصا مع مئات الملحدين المجاهرين، في عشرات آلاف الأعضاء ضمن فيسبوك وحده، مئات الآلاف وملايين في العالم العربي كمان لسه مو مجاهرين وما عندهم يعني الوقت لسه ما حال لهم يعني. في ناس لازم تعرف مقدار الخطر ومقدار الأمان حسب الظرف حسب الكونسيكونس اللي بيسمح إنها تشارك. برأيي أنا لما الدولة الأشورية القديمة احتضرت كان هذا سببه إنه هي عسكريا انتشرت على الأطراف على الحدود وقضت على الحضارات المجاورة واحتلتهم واستعبدت المواطنين وقامت بإعدام العسكريين مثل ما تقول جناح عسكري إسلامي يعني يشبهه. فالعالم صار يهابها ويخافها دائما، لكن الدولة ماتت من جوا. الدولة الأشورية القديمة قلبها صار ضعيف، واللي بيقول لك انه الجندي الاشوري كان بيتدرب كل يوم 12 ساعة نص اليوم بيتمرن فيه على القتال، كان يروح للحرب كمان بكل قواه، وهذا يمثل مثلا جناح الفعال للاسلام اليوم يعني، هو ينتشر بقوة. لكن قلب الدولة بل فارغ. فهل الاسلام في هذا العصر الجديد يعني الاسلام من جوا من قلبه مثلا صاروا الملحدين يتغيروا يعني؟ الإسلام المسلمين جوا الدول العربية تحولوا إلى ملحدين، والإسلام المسلمين يظنوا إنه نحن عم ينتشروا بأوروبا، فما بيعرفوا شو القلب السنتر إنه عم يتدمر، فهمت علي كيف؟ يعني لما بيكون الإسلام انتشر في أوروبا راح يكون عدد الملحدين اللي صاروا ضمن الدول العربية عظيم، وهذا راح يغير الواقع، راح يغير الواقع، راح تتغير. انا برايي يعني الاسلام مثل ما انت قلت يعني 30 40 سنه تاني اكيد اكيد راح يوصل لحرب اعظم من اي حرب تعرض لها، وما راح تكون حرب بالاسلحه، الزمن البشري بيتطور، راح تكون حرب فكريه يعني بكل تفاؤل الان بهاللحظه اقولها راح يسقط كل دعماته، راح تتدمر تماما يعني. في احصاءات، دراسه احصائيه لما حد قالوه اظن سويسري ما اعرف، هو بيوضح انه من 5 إلى 9% من سكان السعوديه ملحدين. قلب الاسلام، قلب الحجاز، السعوديه فيها 900,000 ملحد. وانا شفت من مفتي الاسبق للجمهوريه بمصر علي جمعه بيقول انه عدد الملحدين في مصر تجاوز 12%، اضربها بعدد سكان مصر وشوف كم ملحد عندك، ملايين صاروا يعني. وبالخصوص من بعد الربيع العربي اللي بدأ عام 2010، وفي ناس كتير بتستنكر يعني رأيها بالربيع العربي إنه خرب البلدان العربية، لكن أنا أوصفه شخصيا إنه مثل ما تحرق الأرض زراعية تزرع من أول بيطلع المحصول خصب أكثر من محصول السنوات السابقة. هذا اللي راح يصير في الشرق الأوسط والمناطق العربية طبعا يعني، بالأعداد الهائلة للملحدين. طبعا صفحاتكم على الفيسبوك انا صار لي شهور بتابعها وانا كثير متفائل فيها يعني،
حملة إجهر صار حلقة 100، وأنا تعاونت مع ناس تانيين كمان، وأنا جدا يعني مسرور بالمتابعة، ولو أني الضيوف الكرام اللي عندك أنا جديد أتعرف عليهم يعني، حضرتك لهم لكن جديد أتعرف عليهم، راح أحاول أتابع أكثر يعني، فأنا متفائل جدا يعني الموضوع راح يتغير بالنهاية. هذا واقع يعني لازم حتى المسلمين المتشددين يعترفوا فيه، ما زال هو علي جمعة يعني اعترف فيها، والأزهر الآن الأزهر في الوقت الحالي اللي بيمثل على أساس الإسلام المعتدل في العالم وما أعرف شو، هو بيعترف إنه في خطر شديد عليه، خطر فكري، خطر غير ما له علاقة بالسلاح وبالحرب. المسلمين كل واحد بيجيب 8 ولاد إذا بالحرب بيصير عندك يعني أنا راح يربحوا في كل شيء، بس إذا دمرت مثل ما قلت لك القلب أو القاعدة اللي تبعونك خلص الإسلام راح يتلاشى، راح يتلاشى مع الوقت. الملحدين حتى الجدد انا بتفائل فيهم، لانه كمان حتى الملحدين القدامى يخفوا افكارهم لحالهم. شوف الملحد الجديد المعاصر هذا اللي عنده انترنت ومعلومات، يقرا عشرات الكتب على الانترنت بمجرد جلسه، هذا صار بيعمل عنده كاريزما فكريه، صار حتى الملحدين القدامى بينثار اعجابهم يعني، ينثار اعجابهم ويستغربوا هالحمله الثوريه الجديده الفكريه. فيعني الواقع الحال راح يتغير يعني اكيد، وراح يتنمى الاحزاب العلمانيه. انا سمعت له في مصر اسماعيل واحمد عرفان الاخوات هذول، انا سمعت انه عم يدعموا حزب علماني مصري، وانا قرات في تعليقات على صفحتهم انه يعني ان التيار العلماني اللي بينضم له الملحدين عم يدعموا الاحزاب العلمانيه في مصر لاجل تغيير واقع الحال. فيعني بعد قرن من الان انا اعتقد انه الاسلام راح يكون مقرا عليه الفاتحه يعني، ومقروء الفاتحة عليه وخالصين يعني مستعجل مو الفاتحة خالصين عليه ايه بالضبط. فيها من عام 2010 اللي يسموه الربيع العربي، واللي ناس كثير مكسورة نفسيا منه، ومع انه انا متفائل فيه يعني. انا لولا الربيع العربي شخصيا انا ما كنت تركت الدين يعني، انا كنت اخذ دين ثقافي طبعا، ما كنت متشدد الا اخر سنه من حياتي، صرت سلفي مسيحي يعني، انا من خلفيه مسيحيه طبعا، لكن لولا الربيع العربي ما كان شفت احد ترك الدين. انا معظم اصدقائي الاكراد الان بيحاربوا داعش، بيحاولوا يكونوا متدينين، بيشوفوا داعش تقول انه مثلا الاكراد طائفه من الجن حسب الاحاديث النبويه، فصار عندهم نفور من الدين نفسه يعني. الاسلام مثل ما يقول بدا غريبا وسيعود غريبا يعني، هاي بدون أدنى شك أنا متأكد منه ومتفائل بالمستقبل يعني. آرائي كتير تغيرت في ظل هاي الحملات الجديدة يعني، وأنا كتير أشجعكم وأشد على إيدكم إنه تستمروا، ومهما يعني مهما الصعوبات وقفت في طريقكم لا تستسلموا، لأن مثل ما قال الأستاذ كمان، قال حلقته كانت ما فيها أعداد كبيرة، ممكن الجروب تبعه إيه ما كان فيها أعداد كبيرة، مع الوقت مع النضال مع الستراجل تغير الحال، غير الحال. فالناس بشكل عام بالمجتمع العربي تفتقر لكلمة معرفة، ناس تفتقر لكلمة جديدة بيقول لك تعال علمني. تشوف المسلم بيدخل الجروب أحيانا يعني نص المسلمين خليني أقول نص ثاني تكفيريين ومسبتية يعني، بس نص الباقي بيفوت بيسأل بتحس صار في تغيير. المسلم بحياته ما كان يسأل يعني بالقرآن يقول لك يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم. يعني الحال تغير، هلا صار الانترنت والسوشيال ميديا بتفاعل مباشر، تشوف انت مثلا مسلم مخه حقه فرنجين ما بيعرف شيء المسكين، فايت على الفيسبوك بيشوف واحد دارس الاسلام اكثر منه وتاركه، بينصدم عاطفيا، ويعني بيقول انا كنت انظم نفسي واصل لقمه الايمان والتقوى، اشوف هذا وصل لقمه الايمان والتقوى والحد بلش يبدا يخاف. فالحال بيتغير يعني، الحال راح يتغير تماماً، وبفضل جهودكم وجهود أخونا أحمد حرقان، أنا كثير بفتخر فيه وبحبه أحمد حرقان، وما بيعرف شيء، عنده معجبين سريين كثير، ومثل ما قال ما يقدر يرد على جميع الرسائل من كثر ما عنده ناس بتتابعه يعني. معجبين سريين؟ أنا هاي ما فهمتها جوزيف، معجبين سريين كيف يعني؟ مش معجبين سريين، معجبين غير قادرين على البوح حتى يعني، من كثر ما أنا المزدحمين بصفحته وبالمتابعة وما بيعرف عددهم. صحيح. ايه احمد انت املنا كلنا يا حبيبي، على راسي والله. شكرا يا حبيب قلبي، شكرا. طيب.
طيب انا بشكرك كثير جوزيف على هالقيادي. شكرا لكم، ليله طيبه جميعا. تسلم حبيبي، تسلم، ونلتقيك في لقاءات اخرى اكيد. احمد، طيب خلينا نرجع على مساله الربيع العربي. رايك شو سوى الربيع العربي؟ انا عندي راي، وهلا خلينا ناخذ اصدقائنا كل واحد راي. شو عمل الربيع العربي؟ شو النتائج اللي شفناها، وشو اللي ممكن نشوفه في المستقبل؟ الربيع العربي عمل حركه، عمل قلب المجتمع كده، وعمل حركه، عمل حراك يعني. فالربيع العربي ساهم كتير في دعم الحياد يعني. ولو كانت النتائج زي ما احنا شايفين، او لو كان في ضحايا كتير يعني، ولو كان في ضحايا كتير، لكن في النهاية الثورات دي عملت حراك في المجتمعات، وحركت الماء الراكد زي ما بيقولوا. ده رأيي. برأيك شو النتائج المستقبلية اللي ممكن ننتظرها من الربيع العربي؟ يعني الربيع العربي هو ما انتهى، ما أظن تنتهي بهالسهولة هي، بهال يعني ما انتهى، وشايفين استمراريته، وهي البداية لسه بالبداية. نعم. برأيك شو هي النتائج اللي منتظرينها نحن؟ أنا أعتقد بعد ما تنتهي الحروب الدائرة دلوقتي وتهدى وتستقر الأوضاع في البلاد في كلها يعني، مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن، كل الدول العربية لما الأمور تهدى وتستقر الدول دي، هيكون إحنا كدينيين قطعنا شوط كبير جدا في إن إحنا نقنع عدد كبير من الناس انضمام لينا، وهيكون برضو نجحنا من إحنا نخفض نحجم التطرف الديني ونحجم الأصوليين يعني. تمام. ميساء، إذا وجهت لك نفس السؤال، شو عمل الربيع العربي؟ وشو ممكن ننتظر من الربيع العربي؟ صوتك أمام، ما في صوت يا ميساء. إذا ميساء الصوت. سوري. تفضل يلا اسمع. أقول لك الربيع العربي خلى الناس تفكر، وخلى الإسلام يعيش حالة من العفن من الداخل، لأنه أنت عارف لكل فعل ردة فعل. وبعد ما صار أنه الناس متطرفة ومتشددة بالدين، الربيع العربي خلى أغلب الناس اللي وصلوا لحالة التطرف توصل لمرحلة الإلحاد والتفكير، وصارت أكثر الناس تضرر تلحد. يعني أنا أغلب الملحدين اللي أعرفهم شخصياً راح تلاقيهم أنهم في مرحلة ما من حياتهم كانوا متدينين ومتشددين، اللي كان أئمة مسجد ولا اللي كان حافظ القرآن، ويعني هذه الناس اللي كانوا عارفين الدين صح هم كانوا أول ناس اللي ركبوا وفتحوا الباب وهربوا. يعني حالياً اللي باقي بالعالم العربي أقدر أقول مش تعميماً، بس أغلبهم يعني المسلمين الكيوت اللي بعدهم مش عارفين الدين صح، ومش عارفين على أي قضية قاعدين يدافعون عنها، بعدهم أصلاً مش عارفين دينهم، ولهالسبب هم عندهم حالة الهيجان وقاعدين يدافعون على شيء هم مش عارفينه. بالضبط مثل ما أنا يكون عندي روم ميت، عايشة مع روم ميت وشرير، وأقعد أنتقده لأني أنا اللي معاشرته بنفس البيت، ويجيني جار من برا ويقول لي نو هذا انسان اوكي وشكله طيب وشكله كيوت، انت مش عارفه لانك انت مش معاشره. فبالضبط هذا اللي قاعد يصير حاليا بالعالم العربي، يعني الناس اللي معاشره الاسلام هي اللي هربت منه، واللي باقي يدافع عنه اصلا هم مش عارفين الدين صح. بس مع الايام ومع الانترنت ومع العلم صار الناس كلها راح تعرف حقيقه الدين، واعتقد كلهم راح يحجون منه، راح يتركون المدينة فاضية، راح يتركون العالم العربي كله فاضي، وما أعتقد أنه راح يكون في تطرف أو تشدد نهائيا، لأن حاليا حتى اللي يدافع عن الدين هو مش متشدد، بس هو قاعد يدفع التشدد، لأن الدين، لأن الإسلام يحتاج أحد يدافع عنه حاليا. بتشكر كثير ميساء. طيب سال، إذا وجهت لك نفس السؤال، شو عمل الربيع العربي؟
شو ممكن نتوقع من الربيع العربي؟ Well, الربيع العربي الربيع العربي يسميه الخريف العربي، يعني هذا حال الإسلام بالتاريخ. كانوا شباب أول مرة، يعني يرجعني كمان للسنة 1979 لما كانت ثورة شبابية أحرار في إيران ضد الشاه، ومن بعدهم جاء الخميني وإسلام وركب عليهم وسرق الثورة من عندهم. نفس الشيء اللي صار في الربيع العربي، معظمها في البداية كانت شباب، يعني ناس عرفت من حالها ومن حال بلدانها، و of course الإخوانجية والسلفية وكل المسلمين المتعصبين ركبوا هذه الثورة وسرقوها من الأحرار. لكن أنا كنت صراحة كنت أتمنى يستمر كمان شوي هذا الخريف العربي، لأنه العالم بده يشوف قباحة الإسلام عن يعني لفترة، حتى يعاني بدهم الخلافة، لأنه كان أنا في مصر كان دائما نشوف الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، ومش عارفين إنه هو الإسلام هو الكارثة. أنا كنت أتمنى صراحة ينجح وكمان شوية يبقوا مع محمد مرسي، I think his name. محمد مرسي، نعم. Yes، يعني لو كان كيف في ليبيا عرفوا شو الإسلام، في العراق العراقيين نص الشيعة ذول مش عارفين حتى مين الله، يعرفون علي والحسين ولا يعني نسوا مين الله، صاروا يعبدوا قبور. ف النتائج جيدة من الربيع الخريف العربي، انه بداية العالم تعرف قباحة الإسلام، بدأ يعرف تطبيقات الإسلام، حدود الإسلام، مين محمد، بدأت تطلع هاي المياه الآسنة، الإسلام بدأت تطلع ريحته، يعني طلعت السل، يعني وصلت ريحة النتنة. يبقى المؤمن نفسه، يعني you know what، إذا بدك تآمن بهذا الصعلوك آمن، بس sooner or later يعني راح تبين الحقيقة المرة، هي واضحة لأن لكل واحد متفتح عقليا فعلا يستخدم مخه، يعرف أنه هاي كل ترهات وعصابة، كانت عصابة مجرمة، إجرام يعني فادح و بطشت في المنطقة. Thank you. طيب شكراً لك سال. نادين، إذا وجهت لك نفس السؤال، شو عمل الربيع العربي لأنه متوقع من الربيع العربي؟ Well, I think الربيع العربي عمل شيء جيد، يعني لما سموه الربيع العربي عمل تغيير، وفي كثير من الناس غير حالهم، في صار كثير من الضحايا بالتأكيد، يعني هذه خطوة يعني غير سهلة وجريئة، بس يعني الناس اللي يدافعون مثل ما تفضلت الأخت، الناس اللي يدافعون عن دينهم هم نفسهم في عندهم جهل كبير عن هذا الدين، يعني هذا اللي يزعجني، إنه ما يعرفون حقيقة الدين بس نفس الوقت هم يدافعون عنه، هم يعني لا يمارسوه بشكل صحيح، لأن ممارسة الدين بشكل صحيح يمكن راح يقرفوا إذا يمارسوا 100%. يعني شوف مثل ما يسمون، يعني أنا ضد هذا، يعني أعتبره تسمية جدا غير لائقة بالمسلم كيوت. مين باي مسلم كيوت؟ كيوت يعني جميل. I don't see no مسلم كيوت. هذا مسلم جاهل اللي لا يعرف ولا يعلم بما هو يجب أن يؤمن به. This is not a cute at all. This is جهل. So I don't know why يسموه مسلم كيوت. كيوت يعني هو يعني okay، أنا ما أصوم رمضان أو أصوم رمضان لكن بعد رمضان أنا أشرب الخمر. This is not a cute. This is عدم التزام. Very hypocritical. Yes. يعني أتمنى الربيع يستمر في بلداننا ويكون كيوت بمعنى الكلمة. وعندي فد ملاحظة، أعتقد يعتبرونا إحنا يسمونه ملحدين، كفار، whatever يسمونه، I don't care اللي يسمونه أي اسم يعجبهم، يعتبرونا إحنا يمكن ناس نسوي الغير لائق، نعمل الغير لائق بعدم لبسنا للحجاب، ويمكن هم يتصورون إنه أزواجنا
حتى يعني بالكلمة البسيطة اريد اذكرها، لا يحملون الغيرة على زوجاتهم وبناتهم واخواتهم، يعني دائما يواجهوني بأسئلة جدا تافهة، يعني يقيمون حالهم بمستوى تفكيرهم اليائس البائس التافه، انه الملحد يعني لا يهتم اذا اكو احد يروح ينام مع زوجته او اخته، او حتى الملحد يمكن يعطي الحق لنفسه لان غير مؤمن بالله وكتاب الله القدر انه ينام مع امه واخته. يعني وين الانسانيه؟ اين الانسانيه؟ لماذا انا يعني اريد قران يحددني انه انا لا امارس هذا الشيء الغير لائق او الغير مناسب مع اقاربي؟ يعني خليني أضيف something للحبيب. صراحة الملحد، لكل من يسمع بكلمة ملحد، إنسان إنساني، أنا لست بحاجة لحارس حتى أروح أهجم على أختي وأنام معها. أنا إنسانيتي وأخلاقي ومبادئي لا تسمح لي بأن أفعل هذا. أما المؤمن أو المسلم بده حارس وعشرات الملائكة والشياطين واقفين على واقفين على راسه، اوعى تروح عند اختك وعند امك. الانسانية يا اخو، وصراحة يعني يرجع الانسانية، ونروح سؤال لكل مسلم اقرأ سيرة نبيك العظيم تعرف ما هي الاخلاق والمبادئ. في ملاحظة، يعني زوجي سال اليوم كان مع اسماعيل برنامج وI agree يعني 100%. صراحة أنا أحب يعني I love العرب الطيبين، not the cute no، اللي أفكارهم منورين ويفهموا ما معنى الحياة، ما معنى الصداقة، وما معنى الحب. بس أنا لاحظت يعني بصورة عامة، بغض النظر إذا كانوا أمريكان أو غير أمريكان، علاقاتي مع الناس الذين لا يؤمنون بغض النظر ما هو الدين، يعني هو الدين crap، يعني أي دين أنا لا أؤمن بأي دين، لذلك اللي تركت الإسلام هل حاولت أن أدخل لدين آخر؟ لا، فمن الهدف واحد. بس اللادينيين الغير ملتزمين بالدين أشوف فيهم الإنسانية أكثر من مع احترامي للملتزمين بالدين. يعني مثلاً أنا هم بحكي عن أهلي الآن، لكن يعني too bad أفكارهم تكون مقيدة وكل اثنين ثالثهم الشيطان. يعني أنا ما يعني إذا هسه أنا الآن أردت أجلس مع أحد أصدقائي لازم يعني من الضروري لا يحتاج سؤال إذا أحد يدخل هذا خطأ. الملحدين ما شفت عندهم الصفاء، يعني أفكارهم تماما تختلف عن هذا أحد الأسباب اللي يخلي الدين والإسلام بصورة يعني خاصة ودقيقة يفكرون بالسوء والجنس بطريقة مقرفة جدا، خاصة بالمرأة. أنا بس حابة أضيف شيء. لما عملت المقابلة مع جان، طبعا أنا حكيت أنه قبل لا أوصل للحاد أني أنا تشيعت أو شيء لمدة سنة، فعن طريق الحلقة وصل لي ولد خالتي، طبعا هو ملتزم ودائما السبحة بإيده والقرآن ومش عارف إيش، فعن طريق الفيديو تواصل معي على الخاص وحكى معي وقال لي أنا ما عرفت أنك أنت شيعية، أنك أنت كنت شيعية، كان خبرتيني وتزوجت الزواج متعة. يعني من كل الحلقة هذه الجملة الوحيدة اللي قال لي إياها، يعني أنه هو يعني شوف التفكير، أنت شوف حد التفكير للبني آدم، إنه أوه يعني كان تزوجتك متعة أحسن يعني. أوكي الحبيبة، هو هذا ما يعبر، يعني ما يعبرون عن داخلهم، لأنه المرض الكبت، يعني الإسلام يكبت هذه الطبيعة البشرية، يكبتها بحيث المؤمن أو المسلم أول شتائم الإسلام. أنا اليوم صحيت الصبح على
على رسالة في الخاص من شخص حبيبي مصري تحيا مصر من آخر مصر من أوسخ الكلمات نزل عليه شيء أنا بصراحة وحتى اليوم وأنا مش عارف بالمناسبة ما عنديش فكرة أنا فعاليات كثيرة بس مش عارف على إيش هو يحكي بس أنا أفكر كنت زمان كنت أعصب وكنت أرد عليهم يعني زمان بس صراحة لفترة ناوي استجوك يعني بكم نكتة لما صحيح لما أسمع قلت أكيد تعال شوف حبيبي إيش يعني نقصر يعني صرنا نضحك عليكم لما يعني عليكم قصد على المؤمنين وأنا أحكيها هيك بالكاميرا أوسخ ألفاظ تأتي من المسلم والإسلام وأتباع قسن بن عبد الله أتباع محمد أتباع الله أكبر أوسخ لما totally agree thank you لما تحكي هيك يعني صراحه يا اخي المسلم والمؤمن عم بتعبر عن حاله يعني عم بتعرفنا مين انت واحنا صراحه نعرف مين انت مين نبيك ومن نبيك مين اغتصب مين نكح وابو بكر وكلهم كل دول نعرفهم بسنتهم وشيعتهم ما انتم الا ضحايا ونشعر يعني بالالم عليكم عم تعبدوا عصابه وكم حجرا ملقية في الحجاز من آلاف السنين وكم قتال قتل في الشيعة الله يعني الله عينكم I don't know which Allah بس أنا عينكم أنا وجان وميساء المضحك المخزي إنه يخرجون من جوهر الموضوع يعني نحن نتكلم عن موضوع معين دفاعهم عن هذا الموضوع أختك أمك بالأعضاء الجنسية ما عندهم منطق وفكرة لرد عن الموضوع اللي yes. إحنا عم نطرحه الرد المسبة أوكي خلصت مسبة تعليقك عن الموضوع اللي أنا طرحته وتزه هيك وهيك بس أنا أتفق مع الأخت ميساء من الحلقة كلها شوف تفكير الإسلامي يعني شوم يا ميساء شيعي فهو يعني تصور من الشيعية أو بإمكانه أن يمارس المتعة يعني ما هذه التفاهة يا أخي يكون على الكفار هون I don't know يعني صراحة من شابه نبيه ما ظلم يعني مش النبي ما كان شيعي يا كان من شابه نبيه ما ظلم يعني بالنسبة ولا شيء النكاحي المشكلة القدوة الحسنة كان همه الوحيد الجنس القدوة الحسنة كان لسانه زفر يعني لسانه أكل شحم حتى شبعان يعني ما في أي مشكلة فأنا بس بدي أعطي رأيي بالموضوع الربيع العربي يا جماعة الربيع العربي صح في بدايته يعني الثورة الفرنسية طمرت 100 سنة أكثر من 100 سنة وتمت مستمرة يعني الربيع العربي سموه الربيع العربي أنا سميته في بدايته الخريف الأنظمة بعدين بيجيك شتاء إسلامي بعدين بيجيك الربيع الحقيقي هو ربيع الملحدين ومثل ما بقوله يعني الربيع العربي مستمر الربيع العربي هو ببدايته فالشباب طلعوا ببداية المظاهرات كلها شفنا فتحوا صدوق للدبابات وللرصاص ولكل شيء واستقبلوهم بكل هالشباب الحقيقي الشباب اللي فعل كان بده الحرية وكان ينادي حرية والهدف الأسمى كان الحرية هدول هن الربيع العربي اللي نفتخر فيهم بعدين طبعا موجود الاسلاميين مثل الثعلب المنتظر الاسد يجيب الفريسه بعدين يروح هو ياخذ الفريسه كان مستني هالربيع هذا حتى يبدا نطل الاخوان المسلمين وجماعه الاسلاميين القاعده والماعده وكل هالمجرمين هذول نطلوا اخذوا الربيع للاسف سووا شده اسلامي بس مع ذلك الربيع العربي راح يعني يكمل مسيرته وشبابنا العلمانيين يعني جايين مثل ما بقولوا وشايفين وكلنا قدامنا شايفين
صراحة أنا قبل البرنامج ما كنت أعرف هالكم الهائل من الشباب اللي بيلحدوه، بس بعد ما عملنا البرنامج وسوينا الحملة الشباب اللي اتصلوا فينا إنه من أسبوع أنا صرت ملحد، وهذه قال لي من شهر أنا صرت ملحد، وواحد قال لي من ثلاث أيام أنا صرت ملحد. يعني شيء يدعو للفخر بصراحة، إنه الناس بدأت تشغل عقولها، الخرافات هاي بدأت تكبها. يعني الوجع هو وجع هالناس هاي المشردين. يعني اليوم شفنا على أخبار الفلوجة والحوجة شو عم بيصير، هالمشردين هاي من وراء الخراب هذا والدمار هذا للأسف الشديد. يعني هدول أهالينا كل هاي هدول يطلبون منه فينا جلدنا وأصلنا وناسنا. يعني من واجبنا أن نخيرهم ونرحبهم وبفضل الإنترنت وبفضل جهود الشباب هاي وبفضل المعلومة السهلة. طيب أصدقائي، أظن نحن وصلنا لنهاية الحلقة. أحمد، أنا بس بدي منك كلمة أولى لشبابنا، لشباب الملحد الخايف والمتردد يجهر الحاده، شو بتقول عموما للشباب الملحد؟ كلمة أخيرة بس إلى شبابنا. أنا بقول للشباب الملحد إحنا في النهاية حننتصر يعني، و 100% المعركة مع الجهل هتكون لصالحنا، نتيجتها أكيد هتكون لصالحنا وهانت. يعني بقول لهم هانت. بكل تأكيد حبيبي، بكل تأكيد. ميساء، كلمة أخيرة بتحبي توجهيها لشبابنا، لأصدقائنا، للناس الممتدين؟ حابة بس أقول أنه ما عاد في أي شيء يخوف. يعني إحنا الوطن العربي كله مر بالأسوأ وبالخريف العربي، والأنظمة انقلبت فوق حدار ووضعنا انقلب، فما عاد في أي شيء يخوف. إحنا نعيش مرة واحدة، ولازم على الأقل أنه بدال ما نعيشها بخوف ونعيشها وإحنا متخبين وراء الخزانة، أنه نطلع، لأنه صوتك وصوتي وصوته هي اللي راح تغير المجتمع وتخلق أجيال جديدة متحررة أكثر. وإحنا راح ننتصر، راح ننتصر، لأن المعركة كثير سهلة. إحنا قاعدين نحارب ناس جهلة، وإحنا عنا العلم وعنا المعرفة وعنا الجرأة. يعني هم المسلمين أغلبهم اللي أتعامل وياهم هم صح كلام كثير وشتايم كثير وردح كثير، بس في النهاية خوافين. يعني إحنا ما عنا هالخوف، ما عاد عنا الخوف. أكيد النتيجة حاسمة ورح ننتصر. بكل تأكيد أختي، بكل تأكيد. نحن دعسنا الخوف تحت جرينا بصراحة. مثل يعني أنا عبارة على طول بقول الخوف هو الإله اللي يطوزوا له في نهار ويطلعوا له. يعني هذا الإله هذا نحن دعسناه تحت جرينا، هذا الخوف اللي يخوف الناس دعسناه تحت جرينا وما عدنا نخاف. يعني وهنا بصراحة يعني مثل ما أقوله الإنسان الجاهل كم من جوا مهزوز وغير قادر لأنه ما بيعرف شيء. نحن بفضل العلم، بفضل كل شيء، نملك العلم ونملك العقلية، ممكن تعرف شو تعمل مع الجهل، مع الخرافات، مع المزعبلات. فالنصر أكيد إنه سنين كثير شهر ونملك الإنسانية كمان. بكل تأكيد نحن لا ما عندنا أي شيء يدعو لحتى المناوشة باللسان، يعني بالشتائم، فما بالك بالقتل وهالأشياء اللي بيعملوها المتهمين. طيب سال، كلمة أخيرة بتحب توجهها لأصدقائنا؟ شوف، أولا للأخوان والأخوات الخائفين المترددين اللادرين اللادينين لا whatever، ما دام في عندك شك بس بدير نقطة واحدة، هذه حياتك أنت، فرصتك في الحياة أنت وحدك، احترامك لشخصك ولنفسك لحياتك ضروري أن تقوم وتنهض تخلص من هذه العبودية اللي فرضت عليك من 1400 سنة من قبل ناس جهلة عندهم كتاب واحد من رجل معتوه، ما فيش أي شيء، ما عندهمش أي إنجاز خلال 1400 سنة
ما في إنجاز واحد بسايد رضاع الكبير وبول البعير و و و حياتك عائلتك وبلدك انهض. الخوف هو بس الضربة الأولى، خذها من مقاتل، الضربة الأولى فقط. والشيخ هذا ضروري القضاء على ذول الشيوخ فيرست. يعني أنا عندي دعوة، أنا في بلد قانوني ما بدي أحكي اللي كل بدي إياه، لو أنا في لو هناك كان عملت حملة تماما تختلف. اسخروا من شيوخكم، ما عندهمش أي شيء، كتاب واحد وكتاب تافه، اسخروا من عندهم واستعيد حياتك وحريتك، وانظر إلى بلدان المنطقة اللي عايشين فيها البلدان الأخرى وشوف أنتوا وين. أما الرسالة الثانية لأخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، يا أخي عندي نصيحة واحدة، يا أختي عندي نصيحة واحدة، اقرأ القرآن بدون قدسية، ونبينا سامي الديب عند القرآن فري ببلاش مع كل مراجعة بكل أمانة، راح يوضح لك كيف نزل القرآن وكيف حدث وما هي القصص ومن أين أتت، راح يحكي لك تماما مين هو محمد. فاللي أرجو بس أعيد التفكير ولو مرة واحدة لأجلك أنت ولأجل أطفالك ولأجل مستقبل حياتكم. It's your life. Thank you. بكل تأكيد. أنا بس قبل ما أنتقل لأختي نادين، مثل ما قلت سال، اسخروا من هالمسخرة، أصلاً هم مسخرة. وبهالمناسبة يعني حضرتكم شوية مسخرة على هالخزعبلات هاي، خلونا نشوف صورة رائعة لجماعتنا. سبحان دارون، هدول هن يعني بصراحة لا يستحقون إلا المسخرة، لأنهم مسخرة وكلهم مسخرة. يعني بحمار طائر، فلا يستحقون الاحترام بكل معنى الكلمة، وأنا لا أحترمهم لأنهم مسخرة، فقط مسخرة. كما قال الأخ سال، اسخروا منهم لأنهم مسخرة. طيب أختي نادين، كلمة أخيرة بتحب توجهيها لأصدقائنا الملحدين، شو بتقولي لهم؟ تفضل. يعني بس أتمنى أنه ينجدوا حالهم، يعني هم غرقانين، هم ممكن يطلعوا من هذا الوحل اللي هم فيه، حتى هم ليسوا غرقانين بماء صافي، بماء عكر. القرآن ليس من الصعب تفسيره، القرآن أعتقد أقل مستوى فكري من أنت تقرأ القرآن، واضح بالمكر والقتل والكره والاستعباد، واضح جداً. إحنا دائماً بنحكي إنه المسلمين بس يعني brainwashed، يعني عقولهم مغسولة، مغسولي الدماغ. سو أعتقد إذا يوصفوا أدمغتهم بقراءة هذا القرآن راح يتوضح لهم كثير من الأمور. ما بعرف يعني ليش مغسولة أدمغتهم وشنو، يعني ما هو الجديد اللي صار بهذا المكان اللي هم عايشين به من سيء إلى أسوأ. هم فخورين أن القرآن لم يتغير من 1400 سنة، وحصلت بعض أو نزلت بعض الآيات القرآنية لأسباب مواقف معينة، لكن هم يعني الآن يمارسوا وينفذوا هذه الآيات بداعش وغير داعش. أكو فد عدم استقرار ذهني المسلم لما يعني ناس يعني قريبين لإلي لما بحكي لهم هي السلام من أين السلام؟ أقرأ الآية كذا وكذا، بحكي لي بس لكن هذا كان بزمن الرسول، بزمن الحروب، لكن الداعش يطبقوا الآن هذه الآيات. يعني double standard، يعني ما فاهمين الدين بشكل دقيق، أو من خوفهم يحاولون يتجاوزون الحقيقة. الخوف يعني الخوف جدا بسيط أنه تتجاوزه و everything يكون easy وسهل
نوروا حالكم واطلعوا، ما في جهنم، هم انتم انتم الان عايشين في جهنم، يعني يخافون يطلعون يواجهون الفريق السني يقتل الشيعي والشيعي يقتل بالعكس، يعني وين 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 جهنم؟ يعني احيانا اشعر نفسي انه انا انانيه، اي سوير، يعني خليهم يقتلوا حالهم، احيانا بحكي خليهم يعني يخلصوا حالهم مع بعض حتى نخلص منهم ومن شرهم. اتمنى يصير قانون، اتمنى المسلمين يعيشون كلهم بمكان واحد، خلي يمارسون دينهم بالطريقه اللي هم يعني يودون ممارستها. مش نافع، ما هالقران يحكي له روحوتي للاخرين. لا يدخلون لا يدخلون للدول الغربيه ويوصفوا يعني تلويه تلويه. انا صراحه بدي نقطه اخيره، عفوا جان، انا حبيت الاخ احمد الناسخ والمنسوخ، لماذا لم ننسخ القران كله نكبه بالزباله؟ بالضبط بالضبط، هو راح ننسخه ونكبه بالزباله، يعني هذا مكانه الطبيعي للقران صراحه. يعني على كل حال جايين في سلسله في رحاب القران مع احمد حرقان، فانتظرونا في هال سلسلة حتى نشيل القرآن ونكبه بالزبالة بصراحة، مثل ما قال نكملها زمان. حبايبي very good to see you، شيماء very good to see you، معجبين بك وبأفكارك، وأحمد أخونا وحبيبنا على رأسي أنت أكبر أكبر بطة، بس شكلك بيضة، بطة بيضة جان. شكرا حبيبي على البرنامج رائع، واتمنى لك مثل ما قال اخونا احمد، يعني بصراحه نحن انا بتمنى يجي اليوم اللي ما نحكي فيه بهالخرافات اي والخزعبلات والحديث هذا كلياته، يعني يجي يوم نحكي بالعلم، شو اخترعوا الناس، وين اي كوكب راح نعيش، شو الكواكب اللي ممكن ننتقل، يكون حديثنا شوي علمي ارقى من الحديث هذا عن زبالة الاسلام ومحل الاسلام وهذا الخزعبلات هي للاسف الشديد. طبعا اصدقائي تفضل، في حدا بده يعقب؟ طيب بس حابة اشكرك يا جان. بس حابة اشكرك يا جان، وانا مبسوطة كثير اني اخيرا تعرفت على احمد على أرض الواقع، يعني لأني أنا معجبة فيه جداً، فتشرفت كثير جداً، ونفس الشيء يسال ونادين تشرفت كثير بمعرفتكم. وإحنا كمان شكراً شكراً كثير لكم، وأنا كثير ممنون لكم بوجودكم معنا وعطيتونا الوقت هذا، أنا كثير سعيد بصراحة بالتعرف عليكم، وأنا ممنون كثير يكون عندي أصدقاء مثلكم صراحة. الشرف فيك حبيبي، الشرف فيكم كلكم. حبيبي تصبحوا على خير أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة. نايس، مع السلامة، باي باي. مع السلامة، باي باي حمادة.